حسين ذخر لنيل الحسنيين تاج الوجاة بالحسين ذخر لنيل الحسنيين طوبى لمن أم الحسن قد سجلته خادما طوبى لمن أم الحسن في عينها مشهود إن داعيا أو باكيا أو شاعرا أو لاقما إن داعيا أو باكيا أو جازعا في عينها مشهود إننا نسل الفداء الطويلة قد ركبنا في العزاء فلكا أصيلا الشراع يا حسين يا حسين يا عقيلا آثنان الموج نرقى مستحيلا صوتنا أرسال في الدنيا صليلا آثنان الموج نرقى مستحيلا صوتنا أرسال في الدنيا صليلا احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي جفتها سجيلة إنا بركان اللوى قد فارت منا الدمع أسمعنا أذن السرقى يا حسين ابوى ما يرنا فيلهب الوجود
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا أبدا، جليل الثناء، سابغ النعماء، عدل القضاء، جزيل العطاء،
حسن الآلاء. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. نعم، إيقاع سفينة هذا الموسم الكبير بدأت تخفف السرعة استعدادا لإنزال ضيوفها على أرض الخدامة وفي مدائن العشق العظيم. نعم، سيقف مركب وجيها بالحسين وهو يحمل الخدام من مختلف البلدان على أرض بلاد تجيد كتابة شعر المراثي، وتمتد بين البكاء وبين البكاء بلاد جميع مدائنها كربلاء. نعم، صحيح أننا ننتظر الأسماء التي ستتوج بلقب هذا الموسم، إلا أننا جميعا من المتيقنين بأن عطاء سيد الشهداء ورضاه لا يحده لقب ولا يقف عند درجات الدنيا. نعم بالتأكيد، لأن هؤلاء الأحبة الذين وطنوا أنفسهم لأن يدخلوا إلى بوابة الرضا بوساطة خدمة الإمام الحسين عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله يا حبيب. أوقات هذه الحلقة فقط ستفصلنا عن إعلان الفائزين بالنسخة الدولية الثالثة من البرنامج الأضخم والأرقى والأجمل وجيها بالحسين. إذن نجدد التبريكات لكم بأيام العيد السعيد، ونرحب ومن صميم أعماق الحب بأعضاء لجان المسابقة معنا، لجنة الخبراء ولجنة التحكيم وكذلك لجنة التدريب. كما ونفرش دروب الحاضرين بالأزاهير، ونشكر حضور الضيوف الأكارم خدمة الإمام الحسين عليه ألاف التحايا والسلام في هذه الحلقة الأخيرة من موسمنا، فأهلا وسهلا ومرحبا، فضلا وكرامة.